مشاكل كبيرة ستواجه المحافظة خلال الصيف المقبل في حال عدم إنجاز محطات نقل وتحويل الطاقة في كربلاء، كون تلك المحطات تحل مشاكل الاختناقات الحاصلة في توزيع الكهرباء. مسؤولون عزوا أسباب توقف العمل بعشرة مشاريع كهربائية إلى قلة التخصيصات المالية، فيما حملوا وزارة الكهرباء مسؤولية تراجع تجهيز المحافظة بالطاقة. ألقي اللوم على عاتق وزارة الكهرباء باعتبار لم تكن هنالك خطط مفصلة وخطط مستقبلية. هذه المحطات لا يمكن إكمالها في الوقت الحاضر لأن تحتاج إلى مبالغ عالية، وبالتالي هذا المبالغ غير متوفر في الوقت الحاضر على الإطلاق، وأنا واثق من هذا الكلام بأنه لا توجد تغطية مالية لهذا الجانب. انخفاض مستويات تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية بانت ملامحها بعد زيادة ساعات القطع المبرمج، فضلا عن ارتفاع أصوات المواطنين للمطالبة بزيادة ساعات التشغيل كون الأمر يتعلق بأرزاقهم. هسه جاي يعطون الكهرباء ساعتين يطفون اربع ساعات، ولا طفوا اربع ساعات لا اوقف شغلاني، نظل احنا لا شغل لا كهرباء لا تعيينات، قاعدين وساكتين واحد مقابل الثاني. اثر على شغلنا مو شان ما كان، احنا شغلنا كومبريسر هاي مال ريش وهاي لا يعني لا انقطعت الكهرباء فينقطع شغلنا، بعد ماكو من يشتغل نقعد نسكت. مدير دائرة توزيع الكهرباء في كربلاء جابر الطائي تحدث لإحدى الوكالات المحلية قبل أيام عن توقف العمل بعدة مشاريع، فيما رفض التصريح للحرة كون ظهوره يتسبب في إحراجات بحسب قوله. أما المشاريع المتوقفة تتمثل بثمان محطات تحويل ونقل خطط لإنشائها في مناطق متفرقة من المحافظة تصل كلفتها إلى 24 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، بالإضافة إلى محطتي الإبراهيمية وكربلاء الجديدة وهما من المشاريع الوزارية. توقف العمل بعشرة مشاريع في قطاع الطاقة يضع المواطن أمام توقعات عدة، أهمها صيف بلا كهرباء، خاصة وأن التصريحات تشير إلى انخفاض تجهيز المحافظة بنسبة تتجاوز 30% وفق المعطيات الحالية. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.